واحد من أقدم الأسواق في منطقة الخليج، عمره تقريباً 200 عام. قديماً السفن كانت تطرح بضائعها أمام الشاطئ. حطينا قطعة ثوبان على قطعة الجمر. هذا السلسال قديم جداً، تزين به المرأة العمانية صدرها، مصنوع من الفضة وثقيل جداً. ما ممكن تيجي لسوق مطرح وترجع بإيديك فارغة، يستحيل. هو واحد من أقدم الأسواق في منطقة الخليج، عمره تقريباً 200 عام. هو سوق مطرح في العاصمة العمانية مسقط. سوق مطرح لأنه قديماً السفن كانت تطرح بضائعها أمام الشاطئ، لأن السوق طبعاً يطل على البحر. سوق مطرح أيضاً لأنه البضائع مطروحة يميناً وشمالاً. هذا السوق يحوي على كنوز حقيقية تاريخية. هذا السلسال قديم جداً، تزين به المرأة العمانية صدرها، مصنوع من الفضة وثقيل جداً، ومصنوع من الفضة والخيوط، مش عارفة نوع الخيوط بس مبدئياً ثقيل جداً. وهذا أيضاً من الفضة والذهب والمرجان، المرجان العماني، وهذا يوضع تقريباً على الرأس، ثقيل جداً مثل هذا الصورة. نفس الشيء هذا يزين الرأس. يعني في سوق مطرح في خيارات، فيك تشتري الفضة العمانية القديمة، فيك تشتري أشياء ثانية تقليدية. هذا أيضا عقد خاص بالمرأة العمانية، وكما تشوفوا هذا المرجان العماني القديم. طلعت بكنز. ما ممكن تيجي لسوق مطرح وترجع بإيديك فارغة، يستحيل. لوبان، اللوبان في كل مكان في سوق مطرح، أنواع مختلفة، ألوان وأشكال، فيه منه للعلاج، فيه منه للبخور. سلام عليكم. طبعا انا ناكل في اللبان، وحطينا قطعه لبان على قطعه الجمر. صراحه ريحه طيبه، هم يستعملونها العمانيين بشكل كبير في جميع البيوت، مطهر معقم ويعطي ريحة زكية في البيت.